قراءة في عناوين صحف شرق أوروبا لنهاية الأسبوع. في بولونيا كتبت صحيفة أونيت بيزنس أنه بعد الحجر الصحي بالبلاد كما بدول الاتحاد الأوروبي ستتغير الكثير من معالم سوق الشغل، ومن المتوقع أن يعمل ربع الأجراء من منازلهم حتى بعد تجاوز الجائحة، وهو ما عبر عنه أكثر من 40% من المشاركين في استطلاع لرأي شمل دول الاتحاد الأوروبي. في روسيا أشارت صحيفة بيدموستي لبدء تنفيذ مقتضيات اتفاق أوبك وشركائها بشأن خفض إنتاج النفط بحوالي 10 ملايين برميل يومياً لمواجهة تراجع الطلب بسبب جائحة كورونا. اليومية أبرزت أن الأمر يتعلق بخفض غير مسبوق للإنتاج سيدفع روسيا إلى التخلي عن 20% من إنتاجها خلال شهرين ماي ويونيو، مضيفة أن الامتثال لهذه الاتفاقية هو حماية للقطاع الذي تضرر بشدة من الأزمة الوبائية. في تركيا نقرأ على يومية يني شفق رسالة للرئيس رجب طيب إردوغان بمناسبة عيد العمال، أكد فيها أن بلاده أعطت أولوية لحماية العمال خلال مكافحتها لوباء كورونا وبذلت ما بوسعها كي لا يتضرر المواطنون وخاصة الطبقة العاملة. في النمسا نقلت يومية كرينت سايتونغ تصريحات وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، أكد فيها أن البلاد دخلت مرحلة حاسمة في حربها ضد الفيروس المستجد. الوزير أوضح على صفحة اليومية أن شهر ماي الجاري يعتبر شهر القرار في سياسة النمسا للتصدي للوباء، خاصة مع بدء تخفيف قيود الحجر الصحي وعودة غالبية الأنشطة الاقتصادية تدريجيا إلى وضعها الطبيعي. في اليونان كتبت صحيفة توفيما أن البلاد بحاجة لنموذج إنتاج جديد، مبرزة أن القطاع الأساسي الذي تم تجاهله أظهر مقاومة وقد يكون أحد القطاعات القليلة التي نجحت في هذه الظروف الاستثنائية.